الله يحفظ لك اياهم يا رب يا جارتي. امين يا رب العالمين. الله يرضى عليكي. ايش بدي اقول يا جارتي؟ اللهم صل على النبي. قولي لي يا جارتي، شو جاب لك جوزك الله يحفظه يا رب، شو جاب لك هديه بمناسبه المولود الجديد؟ ولا شيء والله. يو معقول؟ ليه ليه القطيعه قطعت؟ كنت صدام تاخذنيش. في حدا بيجيب الشمرتي يوم ميلادها هديه من اغلى الهدايا؟ ليه 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 شو بتقول يا بنت؟ ولا شيء ولا شيء جاب لك؟ ما في بيننا انا وجوزي هيك شغلات يعني، الظروف مش مساعده والله. تعال شوفي يا اختي، تعال شوفي يا اختي بنتي ما شاء الله جوزها يوم ميلادها والله بسم الله ما شاء الله جايب لها سياره. شو سياره؟ موديل سنتها. هيك بتقول، هيك بتقول موديل سنتها. جيب يا اختي جيب. لا ولا ابني، ولا ابني ما شاء الله عنه، الله يا ربي يخليه ويحفظه ويرزقه ان شاء الله من وسع رزقه. والله بسم الله ما شاء الله يا اختي جايب لمرته حنين، بسم الله ما شاء الله جايب لها تخزنيش بالكلمه سواره ذهب عيار 24. لا وجايب لها كمان حلق، وجاب لها سنسال بلوزي والله يمكن حقهم 7-8000 دينار يا جارتي. اما انت ولا اشي ولا اشي. والله يا خيتي يا معبد الظروف مش مساعدة جوزي، والحالة المادية مش منيحة. حالة مادية هي قال ما فيها، هي ضلت اي قطيع تقطع هيك الاسدام، قطيع تقطع هيك عيشة تاخذنيش يا جارتي. هي هادي عيشة هادي؟ لا 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 ولا ما هي عيشة يا جارتي. الله يعينك بالامانة، الله يكون لك معين يا جارتي. صدقيني ان هذه هي عيشة. اي شو هالزلام ادوله ولا ايش يوم ميلادك؟ يا لا 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 مالوش حق من مره جوزك يا ستي. الله يا ربي يكون لك معين، الله يكون لك معين. يلا فوتك بعافيه يا جورتي، بدي اروح انا اطلع، بدي اروح انا اطلع خلاص انا مستعجله. خليكي قاعده، هنا قاعدين بدنا بدريه. لا 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 بدي اجيب عبده، ايت بجيب عبده يروح كمل طبيخ يا جورتي. الله يكون لك معين، الله يكون لك معين على الحاله اللي انت فيها. خاطرك يا جورتي، خاطرك. الله يسهل عليك. السلام عليكم يا جورتي. مع السلامه. شو في امل؟ شايفك مش هبعضك من حد ما جيت، شايفك مش طبيعيه. في شيء لا سمح الله؟ لا ما في شيء. في شيء بيجعك؟ لا ما في شيء. الولد كويس؟ الحمد لله. الاولاد كلهم كويسين؟ الحمد لله رب العالمين. بس من حد ما جيت شايفك مش هبعضك، اذا في شيء قولي لي. لا ما في شيء. ايه ولا يمكن الا في شيء انا مش عارفك يا بنت الناس. انا صرت حافظك، حكون حافظ كل حركه فيك الا يكون في شيء. اذا في شيء قولي لي يا بنت الاوادم. لا ما في شيء. ولا يمكن الا يكون في شيء، الا يكون في شيء. اسالك سؤال؟ اسالي. يوم ولدتي ليش ما جبت لي هديه؟ هذا هو اللي مزعلك يا امان. يعني انت يا بنت الحلال مش عارفه البير وعارفه غطاه؟ انت مش عارفه يا بنت الحلال انه معاشنا ما بيجي 20 الشهر الا يا دوب؟ ها بدنا نبلش نتداين من هون ومن غادي؟ انت مش عارفه انه يا دوب مسطرين حالنا الستر والله يكون بالعون، والدنيا غلا. بناتنا هدايا يا امال، مش بناتنا يا بنت الحلال هالحكي هذا، عمره ما كان بناتنا. طب ما هي صحباتي كلهن كل واحد جوزها بيجيب لها هديه وذهب وسيارات، الا انا ليش بختلف عن هالناس كلها؟ يا بنت الاوادم انت بتعرفي انه انا لو كان وضعي كويس ما قصرش معاكي، بتعرفي انه انا مستعد انه اقطع من لحمي لحتى انه انا ابسطكم واسعدكم، بتعرفي انه ما بقصرش معاكي، بس انت بتعرفي شو الوضع وبتعرفي يعني البير وغطاه، مش ضروري نضل العيد ونزيد يا امل في هالحكي هذا، عمره ما كان بناتنا هالحكي يا امل، يا امل عمره ما كان بناتنا هالحكي هذا يا امل. هاي صحبتي زي جوزين الموظفين زينا زيهم وبيجيبوا بحطوا، بس انا ليش انا بختلف عن الناس كلها يعني؟ ست هقول لك، جاراتك وصحباتك واللي بتعرفيهم وطرديش الحكي تسمعيه هذا كلياته ما قلناش عند كل الناس، احنا كلياتها احنا قلنا بحالنا هيك ظروفنا، كل واحد عنده ظروفه كل واحد عنده وضعه. احنا بالنسبة لنا من الناس حدا يتدخل فينا ولا نتدخل في حدا، الله يسعدك وبناش نسويها مشاكل ونجع راسنا، لان انا ها صدقيني بدي انجنها، بدي انجن خلقها انا ها، نسينا من كل الناس. يطلع هيك عيشي، هذه مش عيشي يا عشان بطلت عيشي عندي هاي. ولك انت بترفع صوتك علي وبتحكي كمان قاعده، بديش اسمع منك ولا كلمه ها، ولا كلمه بدي اسمع منك، خليناش خليها تضل مضوية معي ومسبحه، لان انا بقول لك ضار بمخي ها. انا بدي اقول لك شغله علي الطرباش، انها الدار كلها ما بنقعد فيها عم برا، شو بدنا في الناس كلها؟ شو بدنا في العالم؟ اسمعيني كلام انت صاحباتك وكلام جراتك، وسوي لنا احنا كل يوم بلبل في هالدار عن برا جراتك وعن برا قعداتك ومش عارف شو. يقطع العيشه هي، بطلت عجبتني هالعيشه هذه يا اشرف. استاذ هقول لك،
استتعول لك هذه العيش مش عايشتي مش عاجبتك عيشتي يلا الله يسهل عليك خدها وعيك خد اولادك يلا روحي طريت بدي ما تجيب عادي بروح بجمعك يلا روحي يلا دربي يودي ما يجيب ان شاء الله استتعول لك ها هاليومين مرتك تصرك على اهلك ماشي ماشي ورك تتصني على اهلي اصلا من الناقص هذا عيشي هذا عيشي اصلا بطلت تطاق العيشي بالناقص انك تعيش اه ماشي هذا هو توكل على الله بالناقص انك تعيش بالناقص انك يلا 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 جزيل حالك ولا اطلع اجرا لاني انا شايف الورود بتنطط هذا قدامي امشي اجرا يلا يلا اشوف من هنا من هنا من هنا ياتي خراب البيوت لا تكن من المفسدين ادخل بيوت الناس اعمى واخرج منها ابكم ولا تفسدوا على الاخرين حياتهم وانت لا تخبر كل الناس عن حالك حتى لا تصيبك سهام الحاقدين الحاسدين.